الدعوات المشبوهة ظهرت على بعض المواقع تدعو في ساعة محددة إلى صلاة الحاجة في مصر بتنظيمات مشبوهة تكون الصلاة الساعة 9 في مصر والعشرة في السعودية والحادية عشرة في لبنان والواحدة. هذه تنظيمات سأل الناس هل يجوز أن نصلي صلاة الحاجة عند وقوع بلاءٍ أو نحو. نعم صلاة الحاجة مشروعة، هذا جواز. يبقى الأمر هل التوقيت، ما التوقيت وما الحكمة، وهل يمكن لمؤسسات الدول أن تنساق خلف مجموعات فيسبوكية عندما يكون هناك، فهناك قضايا مشيخة الأزهر وهناك قضايا إفتاء وهناك وزارة الأوقاف ننسق معا، وعندما تكون الحكمة تقتضي الصلاة نحن الذين سندعو، لكن لا يمكن أن ننساق خلف أوهام فيسبوكية. ولذلك نؤكد فرق شتان بين فتوى البيان عندما يسأل السؤال هل سأل الإنسان إذا لا قدر الله تفشى الوباء هل يمكن إلغاء الحج حفاظا على الأرواح؟ فتوى البيان نعم. هل سيلغى الحج؟ الأمر متروك لأمر الله وأرادته ولحينه ولأهل الحل والعقد من أهل الطب والعلم معا. ففرق بين الجواز والوقوع وبين فتوى البيان وفتوى التطبيق، وهذا ما نحتاجه وما توسخ له هذه الكلية.